السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من دخيل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة: اطلع الجبل بأمان وخليك سوبر مان. ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو، نحب أن نشير إلى أن محتوى هذا الفيديو موجه فقط للرجال المتزوجين فوق 18 سنة. الفيديو موجه للرجال المتزوجين فوق 18 سنة، أما غير المتزوجين فإني أبرأ منهم تماما. يبقى دلوقتي لو في أي حد قاعد تخشى عليه من محتوى هذا الفيديو، يجب أن توقف الفيديو وتبعده بعيد، تمام؟ هذا الفيديو لنفع البشرية وليس أي غرض آخر، لأن 60% من الرجال على مستوى العالم في احتياج ماس وضروري وهام لمحتوى هذا الفيديو. النهارده هنتكلم عن علاج الضعف الجنسي الموضعي. يجدر بالذكر أن علاج الضعف الجنسي ينقسم إلى 3 مراحل رئيسية. أول مرحلة مرحلة المقويات والفياجرات، فإذا ما فشلت في هذه المرحلة تنقل على المرحلة التي تليها، وهي الحقن الموضعي داخل العضو. فإذا ما فشلت في هذه المرحلة تنقل على المرحلة الثالثة والأخيرة، ألا وهي زراعة الدعامات، والتخصص هنا هو طبيب الذكورة. طبعا أنا من فترة كده 3 4 أيام رفعت فيديو عن واحد بيصرخ إنه بيدفع 3120 كي يأتي حقه الشرعي. 3120 اهو الورقة اهو، وموجود في الفيديو، وهسيب لكم اللينك بتاع الفيديو. اتضح ان هذا الرجل يجري اختبارا لهذا الموضوع بمبلغ 1200 جنيه. عشان تجري اختبار ب 1200 جنيه حرام جدا. فطبعا النهاردة أنا جايب لحضراتكم 3 أسماء لكريمات عالمية، 3 أسماء لكريمات على مستوى العالم. أي حد يقدر يجيب الكريمات دي من أمازون، من أمريكا، من أوروبا، من أي دولة، لأي حد حبيبه في أي دولة، يستطيع أن يحضر هذه الكريمات الموضعية التي تعالج ضعف الانتصاب. في كريمات جدا كتير جدا في السوق هجس. انا جايب لكم حاجه علميه، لو تواصلت مع اقوى جهاز المخابرات على مستوى العالم لن تحصل على هذه المعلومه. طب فين هم؟ اهم ايروكسون كريم، ايروكسون كريم، خدوها سكرين شوت اهو. ايروكسون كريم، الشركة اللي بتنتجه اسمها فارما 200 كومباني، فارما 200 كومباني. تاني كريم فيتاروس، فيتاروس كريم، تاني نوع. أي من هذه الأنواع، استخدم أي من هذه الأنواع، ده أو ده أو ده. أول واحد ايروكسون، تاني واحد فيتاروس، تالت واحد البروستاديل، البروستاديل كريم. وفي ايضا شكل دوائي من البروستاديل بيبقى بيسرز، عامل زي الشعرية كده، زي التحاميل او اللبوس، بس زي الشعرية كده، بيوضع لدى الرجل في مجرى البول من الامام، يحدث الانتصاب دون أي مشاكل جانبية، دون أي مشاكل جانبية. يبقى ناخدها سكرين شوت تاني.
إيروكسون كريم شركة فارما 200، فيتاروس كريم، البروستاديل كريم. التلات كريمات دول انت لو جبتهم مشكلتك اتحلت، وهتستغنى عن الحقن الموضعي في العضو. دول بيحلوا المشكلة دي وليس لهم اي اثار جانبية، يعني بيعمل بيجيب الدم في العضو وخلصنا على كده، تمام؟ طبعا احنا ما زلنا نطالب بتوفير هذه الحقن الموضعية داخل الصيدليات لرفع الاستغلال عن مرضى الضعف الجنسي الذين يدفعون 3120 جنيه علشان يأتي حقه الشرعي مرة واحدة. المواد اهي، يا وزارة الصحة يا مسؤولين عن هذه الأدوية، وفروا هذه الأدوية في الصيدليات: فازورين، ريجيتين، كافرجكت، بابافيرين. أي حاجة من دول، احنا كنا بنبيع دي 5 أمبولات بستة جنيه وتلاتين قرش، الأمبول 5 سنتي. النهاردة السنتي بيتباع بمية جنيه، سنتي بيتباع بمية جنيه. تجارة الهيروين تتضاءل بجوار هذا الموضوع. لما اجيب أمبول بجنيه أبيعه بمية جنيه. استغلال الناس غلط. عايز تكسب اكسب، لكن اكسب في الحدود، اكسب في المعقول، ما تبهدلوش الناس. انت بتعمل له اختبار الحقن الموضعي، بتعمل له اختبار الحقن الموضعي ب 1200 جنيه، مجرد اختبار، ده غير الحقن نفسه، ده غير الاشاعات. لا يا جماعه، لا 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 لا. وخلي بالكم، اي حد يستطيع ان يستورد هذه الاصناف بشكل شرعي داخل جمهوريه مصر العربيه وداخل الدول العربيه سيصبح ملياردير، سيصبح ملياردير. دمت مربي بصحة وعافية، ولا احتجت أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء. لا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.